سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير، نصلح ذات بيننا مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح في برنامج والصلح خير، ومن قناة القرآن الكريم. أنتم معنا على المباشر وعلى مدار ساعة كاملة. نرحب بكم، نرحب بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء، وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله نجات. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله، وأنت بخير؟ الحمد لله دكتور، سأل الله دوام النعم إن شاء الله. كيف هي أمور الناس دكتور؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الصيف يحتاج إلى 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 منهجية حياة، حيث يجتمع الناس في العطل، ويحضر المغتربون من وراء البحار، فنحتاج فعلا إلى فقه التعايش لنصنع الذكريات الجميلة سويا، بعيدا عن الهموم، بعيدا عن المشكلات، بعيدا عن القضايا إن شاء الله دكتور. فليكن في برنامج الصلح خير أيضا نهنئ كل الطلبة أو التلاميذ الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا، هنيئا لهم وبالتوفيق في مسارهم الجامعي وفي كل المجالات، ليس كذلك دكتور؟ وفقهم الله، هنيئا لهم ولعائلاتهم وللمجتمع ككل، لأنه نحن أسرة واحدة. نعم. ولهيئة التدريس للمعلمين جميعا، نسأل الله لهم مزيدا من التوفيق، وأسأل الله أن يستقبلوا نعمة النجاح بما يليق إن شاء الله بما دكتور. يليق، ونسأل الله أن يكتب لهم النجاح في مسارهم العلمي. أما الذين أجل نجاحهم فهم مؤجلون، لا نقول كلمة أخرى أو وصفا آخر، نقول أنهم مؤجلون، فنجاحهم مؤجل، سينجحون إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام والعام القادم إن شاء الله ينتظرهم. أيضا غدا بحول الله تعالى سيحتفل العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية الجديدة، هو أول محرم غدا بحول الله تعالى. دكتور، ونحن نستفتح هذه السهرة، ما هي العبر والدروس التي نستخلصها من هذا الحدث العظيم ألا وهي الهجرة النبوية؟ تفضل دكتور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تستقبل أمة الإسلام، بل الأسرة البشرية قاطبة، هذا الحدث العظيم، تستقبل سنة هجرية جديدة، سنة 1445، ونتذكر وتتذكر أمتنا وتتذكر البشرية ذلك الحدث العظيم الذي حصل في تاريخ الإسلام والمسلمين، تاريخ الهجرة النبوية الشريفة. هذه الهجرة التي تشكل منعطفا مهما في حياة الأمة وفي حياة الناس، حيث هاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الصحب الكرام من مكة المكرمة، وهي أحب أرض إليه،
ولو كما قال في حديثه الشريف ولو أن قومك لم يخرجوني ما خرجت، فأخرج ولم يخرج برضاه فأرغم على الخروج وهي أحب أرض إليه. هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي استقبلته كما قال الله عز وجل في سورة الحشر في الآية التاسعة واصفا الأنصار، فمن خصالهم الشريفة الحميدة التي خلدت في الوحي الطاهر يحبون من هاجر إليهم، فهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المهاجرين بحب. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين وسلم. المهاجرين والأنصار، هذه الأخوة في الدين التي تنفع الناس في دار الدنيا كما تنفعهم في دار الآخرة. وبنى دولة الإسلام، ونتعلم من الهجرة النبوية ذلك الثبات الذي واجه به المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع ألوان العدوان مع الصحب الكرام. وقد خلد القرآن ذلك الابتلاء وذلك العدوان الذي حصل من قبل الكفار، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. نتعلم أيضا من الهجرة النبوية حسن التخطيط في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مؤيد بالوحي الطاهر وهو مؤيد من الله عز وجل، ولكن مع ذلك اتخذ الأسباب وتوكل على مسبب الأسباب جل جلاله من خلال حسن التخطيط واختيار الدليل واختيار الطريقة المناسبة للهجرة والذهاب في المرحلة الأولى إلى غار ثور مع صاحبه. وهذه الصحبة أيضا عبرة نأخذها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خلدها القرآن في مثل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تلك التضحية الجسام التي صدرت من الصحابة عليهم رضوان ومن الصحابيات، نذكر أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق وأسماء بنت أبي بكر الصديق، رجال نساء صغار كبار، الجميع تمثل قيمة التضحية وهم ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة فرارا بدينه حماية لعقيدة الإسلام. ونتعلم كذلك من الهجرة النبوية ذلك العطاء المتجدد الذي قدمه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحب الكرام، ونحن أيضا نتعلم هذا العطاء. فالإسلام قد اكتمل والدين قد اكتمل ورسالة الإسلام أمانة بين أيدينا في صدورنا في عقولنا، لابد أن نؤدي هذه الأمانة وأن نحفظها وأن نبلغها للناس، لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا ننصفض لهم. ربنا يقول في سورة البقرة في الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم، لا ننسى فضل الصحابة الكرام الذين جاهدوا وصبروا وقدموا التضحيات الجسام، والقرآن قد خلد ذكرهم في سورة واحدة على سبيل المثال في سورة الحشر، خلد في الآية الثامنة ذكر جهاد المهاجرين ووصفهم بالصدق أولئك هم الصادقون، فخلد آثارهم وخلد ذكرهم. وتأتي الآية التاسعة من السورة نفسها لتذكر بعض خصال الأنصار يحبون من هاجر إليهم، هذه خصلة مذكورة في الآية التاسعة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صفة الإيثار. ثم تأتي الآية العاشرة لتعلمنا كي لا ننسى فضل السابقين، علم القرآن في الآية العاشرة قول الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن لابد أن ندرس هذه الهجرة النبوية، هذا الحدث العظيم في تاريخ الأمة دراسة اعتبار، وفي الوقت نفسه ونحن نستقبل السنة الجديدة لا بد أن نعد لها العدة
فأيامنا تجري، أيامنا أعمارنا، أعمارنا أيامنا، أوقاتنا أعمارنا، أعمارنا أوقاتنا. لابد أن نحسن استثمار هذا الزمن، هذه السنة نستقبلها. إذا كتب الله لنا طول العمر فحسن النهاية من حسن البداية، نسأل الله حسن الخاتمة. بارك الله فيك دكتور سعيد، كل عام وأنت بخير، وكل عام والأمة الإسلامية بخير. دكتور سعيد، اليوم اخترنا من خلال هذه الحلقة عنوان يتعلق بظاهرة القتل، ألا وهو النفس البشرية، أليس كذلك؟ إذا نستيقظ في الكثير من الأحيان على نبأ إزهاق أرواح بريئة بأبشع الطرق، ألا وهو القتل. أما الضحايا فهم نساء ورجال وشباب وأطفال أيضا، يفارقون الحياة دون أن يعرفوا بأي ذنب قتلوا. في هذه الحلقة سنتعرف على هذه الجريمة ونعالجها من خلال برنامج والصلح خير. وتشاهدون أيضا في هذه الحلقة روبورتاج لحالة قتل، وهي امرأة وزوجة متهمة بالقتل بعد محاكمتها. إذن دكتور، النفس البشرية هو عنوان هذه الحلقة. دكتور سعيد، الخوف من جرائم القتل شعور رهيب يشعر به الإنسان فور وقوع الجريمة دكتور، وجريمة القتل تعتبر من أفظع الجرائم على الإطلاق، واستفحال الجريمة القتل في مجتمعنا جعلنا نعرض هذه القضية من خلال برنامج والصلح خير، وكنا قد عرضنا مثل هذه القضايا في الحلقات السابقة وفي المواسم السابقة دكتور سعيد. العوامل والأسباب التي تؤدي إلى جريمة القتل تقابلها هيبة القانون دكتور سعيد الذي يقوم بردع هذه الجريمة، كيف ذلك دكتور؟ نعم. تفضل. لك الفضل. حرمة النفس البشرية، ربنا جل جلاله هو خالق الكائنات، هو الذي عظم شأن النفس البشرية. فالله الخالق جل جلاله هو الذي أرشدنا إلى ضرورة المحافظة على حرمة النفس البشرية من خلال حفظ حقوقها. نعم. فقد تقررت الكثير من الحقوق المعنوية المادية مراعاة لحرمة النفس البشرية. والله قد جعل النفس البشرية وجعل الإنسان من أرقى الموجودات في هذه الحياة، من الجمادات والأشجار والنباتات والطيور والحيوانات، وكل ذلك مسخن لبني البشر. نعم. فيأتي الإنسان في أرقى الدرجات، كل شيء مسخر له. والله عز وجل نهانا عن إزهاق الروح مهما كانت الأسباب. نعم. وحكى لنا القرآن أول جريمة حصلت في دنيا البشر، جريمة قتل قابيل لأخيه هابيل. وكأن القرآن يرشدنا إلى أن النزاع الذي يقع بين الناس أمر طبيعي في حياة الناس، أن يتنازع الناس وأن يختلف الناس، ولكن الممنوع هو وصول هذا النزاع إلى درجة إزهاق الروح. هذا الذي لا يقبله الدين، هذا الذي ترفضه الشريعة ولا تقبله الفطرة السليمة. والقرآن وهو يحكي لنا تلك الحكاية سببها نزاع، سببها حسد، سببها غيرة. فالأسباب كثيرة، كما نقول الآن في دنيا الناس يختلف الناس بسبب قطعة أرضية على ميراث أو هبات أو وصايا أو شركات أموال أو حدود إلى غير ذلك، يختلف الناس. هذا أمر طبيعي أن يختلف الناس، ولكن الأمر الذي لا يقبل بجميع المقاييس هو التفكير في هذا الحل بين قوسين الخطير، وهو إزهاق الروح. لذلك ربنا عز وجل وهو يروي تلك الحكاية قال لا أقتلنك، يعني قابيل
واجه أخاه بهذا التهديد، قال لأقتلنك. وهذه العبارة يكررها العديد من الناس كلما اختلفوا مع غيرهم. نعم. فيقول أحدهم للآخر سأقتلك. نعم. يقولها بأية لغة من اللغات. إذن فهو موقف يتكرر في حياة الناس، قال لأقتلنك. نعم. ولكن يأتي هابيل بما يحمله من فطرة سليمة من نفس بشرية تحترم حرمة النفس البشرية، لا، يعطيه الأمان، يعطيه السلم والسلام. قال لا، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. ولكن بعد ذلك يأتي ذلك المشهد المخيف الفظيع، تلك الجريمة البشعة، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، إلى آخر قصة قابيل مع هابيل. نأخذ العبر، لذلك الآن يتكرر في حياة الناس بعض النزاعات. نعم. تنتهي بجريمة القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا منع إزهاق الروح، سواء كان ذلك عن طريق الانتحار. نعم. أو قتل شخص لآخر. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أي ينتحر، لا يجوز، ولا يجوز له أن يقتل غيره. ونستحضر العديد من الآيات، منها الآية 29 من سورة النساء. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه الآية من سورة النساء الآية 29 تجرم هذا الفعل. نعم. لا يجوز الانتحار مهما كانت الأسباب، ولا يجوز قتل الإنسان لغيره من بني البشر، كما في سورة المائدة في الآية 32 من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآية القرآنية تبشع هذا الصنيع، هذا الجرم، هذه الجريمة البشعة لا تقبلها الشريعة. ومن أجل خلق هذا الشعور في نفوس الناس جعل الله عز وجل قاتل النفس الواحدة كأنه قتل البشر جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، تبشيعا لهذه الجريمة. وفي المقابل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الشريعة تمنع هذا القتل إلا إذا كان على سبيل الخطأ، فذلك قد يرد بعد اتخاذ الاحتياطات الممكنة اللازمة، قد يقع ذلك. لذلك ربنا عالج هذه المسألة في الآية 92 من سورة النساء ما يتعلق بالقتل الخطأ، ووضع أحكاما للقتل الخطأ لا سمح الله. لذلك فإزهاق النفس البشرية أمر مجرم، لا في الشرع وكذلك في القانون. لذلك تأتي قوانين العقوبات، منها القانون الجزائري، قانون العقوبات الجزائري الذي يجرم هذا الفعل ويحكم بعقوبات حسب الظروف، قد تصل إلى السجن المؤبد حسب ظروف معينة، وقد تصل إلى الإعدام. لذلك يأتي الشرع والقانون من خلال تقرير العقاب الرادع، ردعا خاصا وردعا عاما لهذه الجريمة التي يجب أن تزول بين الأفراد وأن تزول أيضا بين الجماعات، إشارة إلى تلك الحروب التي تقع بين الناس لأسباب تافهة. هناك مخابر تخطط للدمار البشري. نعم. تخطط لإزهاق الأرواح، لإسالة دماء الأبرياء في هذه الكرة الأرضية التي لو نطقت لاشتكت إلى رب العزة ظلم العباد.
شكرا دكتور على هذا المدخل من خلال مكافحة هذه الجريمة، جريمة القتل من الناحية الشرعية ومن الناحية القانونية في برنامجي والصلح خير. وقد قلت أيضا أن معظم النزاعات تؤدي في بعض الأحيان إلى هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع. قبل قليل ذكرت هذه الحالة التي ستشاهدونها في هذه الحلقة. والدتها ما زالت تصر على براءتها، لكن جريمة القتل وقعت وصدر حكم نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات. تابعوا معنا هذا الروبورتاج ثم نعود لمعالجة هذه القضية في برنامج والصلح خير. وأذكر بأرقام الهاتف التي تشاهدونها في أسفل الشاشة: 021-39-43-43، 021-37-42-87. تابعوا معنا هذا الروبورتاج ونعود إلى البلاتو. ما أصعب تلك اللحظات التي تعيشها هذه الأم بعيدة عن ابنتها. الحجة، اليوم في برنامج الصلح خير عندنا قضية تعيشها أقرب الناس إليك، وهي بنتك اللي راهي في الحبس وحكموا عليها بالحبس لمدة سنوات. منذ أن صدر هذا الحكم عنده عام ونص من اللي صدر، كيفاش راكي دايره انت مع الاولاد تاعها؟ وشكون هو يقوم بيهم؟ شكون هو واقف ليهم؟ هاني معاهم، هما يروحوا يقراو كل ولدها كبير 24 سنه طبيب، بنتها فرمسيانه، بنتها دات البيام السنه، ولدها سيزيام. انا اللي معاهم، انا اللي ندي، وانا اللي يمرض، وانا اللي غيب، انا اللي نروح ندخل، وانا اللي نقضي ونجيب لهم. وانا باباهم يخدم صح، بصح ربي مسكين ما لقاش روحه. لولا إيمانها بالله لانهارت، فهي تصف ابنتها بالاستقامة والتربية الحسنة، فلا اعوجاج ولا انحراف. ولكن حدث ما حدث، وقعت الجريمة والضحية في السجن، ولا مفر من حكم المحكمة. الحجة بنتك حكموا عليها، حكمت عليها المحكمة يعني أكثر من 8 سنوات حبس، والتهمة هي التحريض على القتل. كيفاش عشتوا هذيك الحالة بين المحاكم بالنسبة لهذه التهمة التي ثبتت بالشهود؟ ثبتت بالشهود، كيفاه نعيشها يعني؟ وش رايك؟ دي واحد بنتي 46 سنة في عمرها، مش كبيرة، معاولة رايحة للحج، مركة الحج رايحة لها وباباها، وهي ظلم بنتي نهار هذاك ما كانتش تلم خلاص، ما كانتش في نهار الحركة، ما كانتش في دارها. الحجة انتي تقولي ما كانتش في دارها، بصح كيفاش هاد الشهود وصلوا حتى المحكمة وثبتوا بأنها حرضت بالقول، ولا تكلمت عنفيا، ولا مع من تحدثت يعني على حساب الشاهد، مع من تحدثت باش حرضت على القتل؟ هاي اخت اخوهم اللي كانوا، وهذه جميع جريمة لا تغتفر. ما كانش انتي، ما كانش، ما قالتش خطلة، هذه ما حرضتش بالمخلة. اخت اخوه اللي قالوا هاي اسمعناها وقالت. تمر اللحظات والثواني والساعات، تمر الأسابيع والشهور والسنين، فالجدة بعطائها وحنانها وتضحياتها هي الصدر الحنون لأحفادها. ألو ألو، صباح الخير يم. لباس والله لباس. وش ولاد أختك؟ وش هم؟ أكي معاهم؟ دراء والصغير. هاي والصغير مليح لباس. هاي ارتاح كان. هاي ها الحمد لله. كي معاه ما تروحيش حتى نجي. في هذاك الوقت اسكو هذا الزوج تاعها جرى باش يثبت باللي يعني الزوجه تاعو ما حرضت حتى واحد على القتل؟ جرى جرى مسكين، جرى شكون راح يسمعوا ليه؟ مثلوا له صحه 3 ايام هو طلع له السكر، مسكين طلع له الطونسيون، طلع له 3 ايام في السبيطار كيسمع بمرض حكم عليها 10 سنين. انتم تشوفوا بلي هذا حكم تاع السفي؟ حكم تاع السفي. هل اعترف يعني المحامي بانه حكم تاع السفي؟ المحامي اعترف. طيب المحامي من المفروض عنده يجيب ادله حتى يبين بانه هذا الحكم غير تاع السفي، يعني الحجه نخدموا بالمنطق، لانه هذا قضاء، هذه محكمه، هذه قوانين. كسرها عندنا استئناف صافي، بعد 5 اشهر حكم عليها المره الاولى. كيما راحت بنتي راحت زابوكا قالوا لي تروح معانا، طرف ضعيف في القضيه، هي مرة ما عملهاش، واش دخلها هي بالرجال تعاركوا برا في قاع. الحكم قعد الحكم هو هو، تبيت الحكم.
تبتوا قعدت هذيك المده اللي عطاوها لها قعدت هي. الحجه حاليا القضيه تاع بنتك اللي راهي في السجن راهي في المحكمه العليا. المحكمه العليا. وانتم درتوا الطعن. درنا الطعن. تقدري تحدثينا وشن هي الاسباب اللي خلتكم تطعنوا في الطعن؟ درنا الطعن، درنا الزافوكال يداروا العريضه وبعثوها للمحكمه العليا. هي وبليجي بنتي هي مظلومه، لازمني نكسر الشعر نخلي بنتي الحكم يروح عليها كامل. دوك هنا عندنا عام نستناو دوك طابت المحكمة العليا الجزائر ونطلب السلطات يزربوا لها شويه لا يزربوها ويشوفوها بعين الاعتبار. ام وليدات وليدها طاعوا وبنتيها طاعوا المحكمة العليا بالك شفاها خير ان شاء الله بربي. وهي في السجن بعيدة عن زوجها ووالديها واولادها، جعلت من القرآن الكريم النور والموعظة وشفاء لما في صدرها من أوجاع وأحزان. الحاجة كي رحتي تزوري بنتك وشنية الحاجة اللي فرحتك فيها؟ في الحمد لله رحت زرتها، الحمد لله هي في صحتها مليحة، متهلين فيها منعمة، وزاد فرحتني سوا سوا كي قالت لي راني نقرأ في القرآن وراني حفظت الستين وذركي في التجويد، هاي تحفظ يحفظ في التجويد تحفظ في الأحكام، نعمة من عند ربي الحمد لله. إذن بعد مشاهدة هذا الروبورتاج دكتور سعيد، كما تقول الأم هناك تحريض على القتل وهي تبرئ بنتها من هذه الجريمة، ولكن القانون يقول العكس أيضا، حتى نستطيع أن نقوم بمقاربة حتى يفهم المشاهد الكريم كيف نعالج هذه الظاهرة من ناحية الشرعية ومن ناحية القانونية، خاصة عندما تكون هذه القضايا على رفوف المحاكم، وأكيد المحاكم لديها الدلائل لردع هذه مثل هذه الجرائم. دكتور تفضل. أولا أذكر بأن أكبر جريمة في الوجود هي جريمة القتل، قتل النفس البشرية. كان كما ورد في الحديث، لو إنسان يعني يحرض غيره بشق كلمة لا يقوله أقتل، لو يقول حرفين فقط دون أن تكتمل اللفظة، يوم القيامة يبعث ذلك الإنسان المحرض مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله، لأنه تنبيها إلى خطورة هذه الجريمة. نعم. إذن هذا أمر أول. الأمر الثاني، لا يقبل على وجه الإطلاق إنهاء النزاعات بالعنف، لأن العنف هو قد يؤدي إلى القتل. العنف إذا وقع نزاع بين الناس يحل وديا والصلح خير، يحل قضائيا يرفع الأمر إلى القضاء ويخضع الجميع لحكم القضاء، لحكم القضاء. نعم. ولكن وهناك من يرفع الأمر إلى رب العزة، يرفع الأمر إلى رب العزة الذي يقتص منه يوم القيامة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه كلها أمور مقبولة، ولكن ما لا يقبل هو اللجوء إلى العنف أو اللجوء إلى أخطر صورة من صور العنف وهي القتل. القتل، نعم. أمر آخر، لا يجوز اتهام أي إنسان بلا دليل. نعم. الآن نحن لا نعقب على أحكام أكيد القضاء، أكيد دكتور، بل أعمالنا جميعا ومجالس الصلح كلها مكملة متعاونة مع القضاء، مع القضاء. نعم. لا نعلق أو لا نعقب على أحكام القضاء، ولكن بالنسبة لمن يتكلم في الناس الكلمة أمانة. ربنا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتهام شخص، رجل أو امرأة، بأنه يحرض فلان على القتل، هذا في حد ذاته جريمة. لا يجوز القول بما لا نملك عليه دليلا قاطعا. في هذه الأمور لا نبني مواقفنا على الشكوك، على الظنون أو على الانتقامات،
كأن ينتقم شخص من شخص آخر فيتهمه بأنه محرض، محرض من أجل التخلص منه. هذا أمر أيضا لا يجوز. لا ننسى بأن الله عز وجل سنقف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون. لا ننسى بأن الله سيقتص لكل مظلوم، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وبعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. وهذه المرأة التي هي الآن في السجن، نعم، نسأل الله أن يوفقها لكل خير وأن تحافظ على كلام الله عز وجل، فهو مؤنسها، نعم، في هذا السجن. فالأمر قد طعن فيه على مستوى المحكمة العليا، نعم، فإذا ظهرت أدلة إثبات براءتها ستبرأ، وعند الله الحكم النهائي، فمن فر من عدالة الأرض لن يفر من عدالة السماء. فقط لا يجوز لنا على وجه الإطلاق أن نتصرف أي تصرف يؤدي إما إلى وقوع هذه الجرائم أو اتهام الأبرياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم دكتور، هكذا تتضح الأمور في برنامج والصلح خير عندما نقوم بمعالجة بعض القضايا خاصة مثل قضايا القتل. إذن أعيد لأذكر بأرقام الهاتف التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، ونتواصل من خلالها باستقبال مكالماتكم 021 39 43 43، 021 37 42 87. نحن في الخدمة لحل قضاياكم في برنامج والصلح خير في هذه السهرة. إذا نأخذ قضية دكتور، كنا قد وعدنا المشاهد الكريم في الحلقة الماضية والتي تتعلق بقضية الطلاق، ونحن نتحدث عن الجالية في المهجر. دكتور، التحق محمد بفرنسا منذ 20 سنة، والتحقت به الزوجة ورزق ببنت، ولكن هذه الزوجة دكتور تغيرت جذريا في تعاملها مع زوجها، فأساءت إليه كثيرا وتقوت بالقانون، والعديد من القضايا تأتينا دكتور وتتعلق بهذه الأمور التي تصبح المرأة المطلقة تتقوى بالقانون في بلاد المهجر على طليقها وعلى أولادها أيضا. تفضل دكتور سعيد. نعم، كما يحزننا أن نتحدث عن القتل يحزننا أيضا أن نتحدث عن الطلاق. عن الطلاق، نعم. فالطلاق يؤدي إلى تمزق الأسرة وإلى تشرد الأولاد إن وجدوا، ويؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي. نعم، كل ذلك من آثار هذا الطلاق. أما بالنسبة لهذه الحكاية، زواج 20 سنة وعندهم بنت، بعدين هذه المرأة التي التحقت بزوجها لدي الغربة ثم تقوت بالقانون. نحن نعلم أن هناك قوانين تقرر العديد من الحقوق للنساء، طبعا هناك حقوق موضوعية معقولة، ولكن هناك أيضا تجاوزات خطيرة. هناك من يسيء استخدام أو استغلال هذه القوانين المتاحة في هذه البلاد لخراب البيوت. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا عجب على جر باش تحافظ على حقوقها بين قوسين وتدمر دارها وشي من هذا القبيل. لا ينفع في هذه الأمور إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك أصبحت تقريبا ظاهرة، يعني وعندنا حالات كثيرة نسمع عنها، وهناك البعض ما يديوش نساهم. طبعا لا نصدر أحكاما ضد النساء، حاشا، لكن نساء محترمات لهن حرمات، يحافظوا على أزواجهم ويحافظوا على أسرهم وعلى أولادهم، مستحيل مهما كانت الظروف، يعني دائما يحافظوا على أسرهم. فنحيي النساء هذون، ربي يجزيهم خير الجزاء، ولكن بعضهم ربي يهديهم ويهدينا يستغلوا هذه الظروف، توصل إلى بلد الغربة، تتقوى بالقانون وتدير مشاكل مع زوجها. نعم. فإذا كان طلقها تأخذ حقوقها، خاصة بعد حصولها على الوثائق. نعم. هذا الهم نتاع الوثائق
الذي هذا الحرص الشديد العديد من الذي خرب الكثير من البيوت. نعم. شيء عجيب جدا. ما الفائدة أن المرأة تتحصل على وثائق والرجل، لأنه نتحدث عن الظاهرة كظاهرة، بعد ذلك يروحوا الطلاق وتفكك الأسرة ويتشرد الأولاد ويتمزق. نعم. المجتمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول ربي يهديهم إن شاء الله، ربي يصلح ذات بينهما إن شاء الله. عاجلا لا آجلا، ويعرف بعضهما فضل الآخر، وربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا بالنسبة لمحمد والأمر الذي يتعلق بقضايا الجالية. نأخذ أول مكالمة من العاصمة. السيد عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام أختي وشركي لاباس. مرحبا بك أخي الكريم في برنامج الصلح خير، تفضل. الحمد لله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سعيد وشرك لاباس. الحمد لله. الحمد لله. سيد عبد الله، ممكن ممكن تسمع مني الأخت؟ مرحبا. ممكن تنقص التلفزيون باش يسمعوك من الهاتف؟ نعرف الأمور على بال. نعم، مرحبا، تفضل. تفضل الآن يسمع وشركم. حفظكم الله على ما تقدمي. مرحبا. مرحبا، شكرا جزيلا. مرحبا، نحن في الخدمة، تفضل. هذا وش نقول؟ صح، يحزننا هو صح، فعلا يحزننا الأمور يعني، ولكن ما رناش نسمعوا فيك مليح عبد الله. نعم عبد الله، إذا نستقبل عيسى من ولاية الأغواط. السلام عليكم عيسى. السلام عليكم. السلام عليكم عيسى من الأغواط، مرحبا، نحن في الخدمة في برنامج والصلح خير. عيسى هل تسمعني؟ طيب شكرا. إذن دكتور، ونحن نتحدث عن النفس البشرية في قضية دكتور الدية، هناك من يلتزم بها وهناك من يتجاهلها أو لا يريد أن تكون على مسؤوليته، خاصة عندما تحدث مثل هذه الظواهر وهي ظاهرة القتل. نعم. دكتور سعيد، هو لا شك أن الدية الشرعية ليست قيمة للنفس البشرية. نعم أكيد ليست قيمة. فالنفس البشرية لا تباع ولا تشترى ولا تقوم. فكل إنسان لا يملك إلا روحا واحدة. إذا أدرك الناس هذه الحقيقة سيحافظ الناس على أرواح الناس ويحافظ الناس على أرواحهم كما بينا. ولكن هذه الدية تقررت كرادع مادي يجعل الإنسان يفكر في مآلات الأفعال. أذكر على سبيل المثال ما يتعلق بالقتل الخطأ، والقتل الخطأ طبعا دون القتل العمدي. فالقتل الخطأ كما ذكرته الآية 92 من سورة النساء، فإذا اتخذ الإنسان الأسباب المختلفة بعيدا عن صور الرعونة ولكن وقع ما وقع كسائق السيارة مثلا وهو يحترم قانون السير، وهو يراعي قانون المرور، ولكن إذا وقع الحادث بعد اتخاذ كل الاحتياطات وأدى هذا الحادث إلى إزهاق روح أو أكثر، فهذا يعد قتلا خطأ. رغم أن ما يحصل في حوادث المرور في اتصال. نعم، الأولوية سنعود هنا. إلى الدية التي لا تحفظ النفس البشرية كما ذكرت دكتور سعيد. يعود إلينا عبد الله من العاصمة. السلام عليكم عبد الله. شركي أختي لاباس. الحمد لله، مرحبا بك عبد الله. لا أطيل حتى لا ينقطع الخط إن شاء الله. مرحبا مرحبا، تفضل. بارك الله فيك شيخنا سعيد، وفيك بركة، إن شاء الله يكون في ميزان حسنتك إن شاء الله. إن شاء الله. وأنا أطلب منكم يعني إن شاء الله الجمهور كله يسمعك إن شاء الله.
انت قلت عن قتل النفس البشريه، وانا نشوف الاستهتار بهذا الامر هذا. نعم احنا نفرحوا بولادنا جابوا البكالوريا، ونا البارح ربما انت راك لاحظت ولاحظنا كامل، ولات كانه النفس يلعب بها هذا الملاحق يعني اللي راهو راح يدخل على الجامعه. وما يشرفناش انه يكون في هذه الظروف، يعني البارح نشوف الناس فرحه قدرة تولي المأساة، وانتم على بالي راكم تشوفوا هذه الامور كامل. نعم. لماذا اصبحنا هكذا يعني خارجين بالسياره نصف الجسم تاعهم بنات واولاد، والله لو تفتح الباب الراس تاعهم ينقطع، والادهى والامر الام تاعهم قاعده قدامهم. نعم شاهدنا هذا. على بالي راكم تشوفوا هذه الامور هذه في الاعراس في البكالوريا في الافراح. نعم. لماذا الشعب الجزائري اصبح هكذا؟ لماذا حتى لنا الثمانينات التسعينات ما كانش عندنا هذه الامور؟ أليس هذا استهتار بالنفس البشرية يعني؟ نعم. أنا ربما راني متشائم لكن راني متقلق يعني بزاف، يعني لماذا وصلنا لها الدرجة؟ في كل عوائلنا موجود هذا الشيء، الأعراف تصبح مآتم للمحارم الحارقة هذو الوحدة. نعم. يقال أنه الأرخص فيهم سوى 1000 دينار، تتحول الفرحة إلى المعيشة. نعم. ويشري وحدة 1000 دينار هكذاك تروح. كلام هذا الشباب والله تهضر معاه كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كله كلام وهذب، لو تغلط معه كلمة يأكلك وقادر يقتلك في الحين، قادر يقتلك. هذه بالتجربة مانيش نقول لك الخبر. لماذا أصبح الشعب الجزائري هكذا يعني؟ صحيح. هل الأولياء ما قدروش؟ هل الأم قاعدة متحجبة ولباس شرعي وقاعدة قدام أولادها وهم خارجين السيارات؟ ماشي واحدة ماشي اثنين. صحيح سيد عبد الله. الامور شيخني اود لو تتكلم في هذه الامور هذه، لان الناس ولات استهتار ما عندهاش حتى معنى النفس اصبح في الجزائر يعني. نعم بارك الله فيك. يعني خساره يعني. وهذا اكيد هذه الظاهره استفحلت ايضا في مجتمعنا، وحقيقه هذا الانشغال في غايه الاهميه. سيد عبد الله من العاصمه يقول الحق يعني في كل صرامه يعني. نعم. ولا يحاذي احدا في هذا. نعم. ان شاء الله ربما ان شاء الله تكون اذان صاريه ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عبد الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك عبد الله من العاصمه. يعني الرقم نحتاج في امر خاص. سيتركون لك الرقم سيد عبد الله في العارضه التقنيه، واترك رقمك ايضا. نعم. حتى لا تتحول يعني افراح الشباب الى ماسي كما ذكر عبد الله من العاصمه. ناخذ امينه من ولايه بلعباس. السلام عليكم امينه. السلام عليكم امينه. السلام عليكم امينه. هل مرحبا امينه، تفضلي. السؤال الاول أمينة تفضلي. تفضلي أنا نسمع فيك. مرحبا. الأول الشيخ كمل عدتها حاول كيف سمها ما رانش نسمع فيك مليح أمينة، راكي تتكلمي بالنقل. راكي تتكلمي عدتها حاول نسمعها والله ما سمعناك مليح يا أمينة. نعم ماذا تقول أمينة نادية؟ طيب طيب سيعودون الاتصال بك أمينة. ممكن فقط ملاحظة، كل من يتصل ببرنامج والصلح خير عليه أن يبتعد على التلفاز ولا نقصل التلفزيون تماما حتى نأخذ القضية من التليفون مباشرة. نعود دكتور إلى سؤال يتعلق بالدية. دكتور سعيد تفضل. نعم. فتقررت الدية. تقررت الدية. دية نعم. من أجل التفكير فقط في عظمة أو كبر هذا الفعل اللي هو القتل، إزهاق الروح. نعم. كما قلنا كل إنسان يملك روحا واحدة، لذلك ربنا عز وجل قرر صيام شهرين متتابعين. نعم. وتتعدد الدية بتعدد الضحايا. نعم. مع تقديم الدية المادية كما قلت ليست قيمة النفس البشرية. نعم. يعني ما يش 100 مليون كما راهي موجودة في بعض المناطق، ولا 500 مليون ولا مليار ولا مليارين سنتيم، يعني باش الناس تعرف بان هذا الامر كبير جدا. راه كبير جدا، فقط من اجل التفكير باش كل واحد يعني يراعي قانون المرور وما يرتكبش الرعونات والاخطاء، وما يرقدش في ماهوش يسهر طول الليل وبعدين يدخل في الشارع في طريق السيار ويرتكب حوادث ويسبب في هذه الحوادث. القتل الخطأ له عقوبات وله
أحكام مقررة في الشريعة وفي القانون رد عن تحقيقا للردع الخاص وللردع العام. نعم، فليكن دكتور. إذا يرفع على مسامعنا أذان صلاة العشاء بالنسبة للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله. أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. دكتور، نعود إلى النقطة التي كنا قد تحدثنا حولها قبل قليل وهي الدية. دكتور سعيد، كنت ستختم بالنسبة لهذه القضية، تفضل دكتور. فقط إشارة إلى أن القتل خطأ الآن عن طريق يعني حوادث المرور أصبح ظاهرة. نعم. حتى يسمى الآن إرهاب الطرقات، وهذه التسمية صحيحة، هي التي تعبر يعني عن هذه الظاهرة المخيفة، إلى درجة أن الإنسان حينما يدخل يعني في الطريق يعني لازم يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، لا يدري كيف تكون النهاية. ثم ما أشار إليه الأخ عبد الله سنذكره الآن، هذا الاستهتار بالنفس. نعم. البشرية. نعم. كلما كان حدث ولو كان فرحا. النجاح في البكالوريا حدث. نعم. مفرح، يفرحوا اللي نجحوا، يفرحوا العائلات، نفرحوا معهم كامل، ولكن لماذا هذا الاستهتار حتى تتحول
أفراحنا إلى مآسي وإلى أحزان. نعم. سنعلق عليه بعد. سنعلق على مداخلة عبد الله من العاصمة، ونأخذ اتصال من تيارة ميلود. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي الكريم. تفضل ميلود. نعم الله بك الشيخ، عندي سؤال. عندي سؤال. تفضل. أنا عندي 5 أولاد وزوج بنات، وكلهم متزوجين وعندهم ديارهم معهم. نعم. أنا ماتت لي زوجة، هم ماتت لي زوجة. وقتاش توفت الزوجة ميلود؟ نعم. وقتاش توفت الزوجة؟ الزوجة توفت 2019. ربي يرحمها. أنا تزوجت، شفت الزوجة جبتها، راني شخصي في الشيخ، اسكي لي عندي حق نتزوج ولا ما ولا ما عنديش حق نتزوج؟ طيب. راهم ولادي معاديني 3 سنوات. نعم. هذا السؤال نتاعي. هذا هو سؤالك. بارك الله فيك. نعم. والله يستركم. امين. استمر في مشاهدة البرنامج ميلود، و ستسمع معالجة هاته المشكلة ميلود من ولاية تيارت. هل هناك مكالمة حياة؟ طيب، إذا نعود إلى عبد الله من العاصمة الذي تدخل قبل قليل وهو يتحدث عن القتل من جانب أنه عندما يحتفل الشباب، خاصة البارحة كانت يعني الاحتفال بالنسبة لنيل شهادة البكالوريا، يقول أن الفرحة تتحول إلى القتل، ولاحظ هذا في الشوارع دكتور. نعم. سعيد، من خلال حوادث المرور. تفضل دكتور. أولا استقبال النجاح بفرح هذا أمر مشروع. نعم. يفرحوا أولادنا، يفرحوا العائلات، يفرحوا جميعا معهم، هذا أمر مشروع. ولكن الأمر الثاني الذي يجب أن يعرف، كيف يكون التصرف، كيف يكون السلوك ونحن نستقبل هذه النعمة. هي نعمة ربنا، نعمة من نعم الله عز وجل. نعم. هل نستقبلها بالشكر وبالتواضع، أم نستقبلها بالاستهتار بالنفس البشرية كما يحصل الآن؟ أن يخرج هؤلاء المراهقون، هؤلاء الشباب بالسيارات، رجال بحضور بعض الأهالي كان يحضر مواليهم، يعني بصراحة هذا الأمر لا يقبل بجميع المقاييس، لا بالمقاييس الشرعية ولا بالمقاييس التربوية الأخلاقية، لأنكم تضروا في الناس أخرين. كاين تلاميذ اللي ما نجحوش، اللي كما قلنا إن شاء الله مؤجلين، ينجحوا العام الجاي إن شاء الله، مازال الخير قدام. ثم أن البكالوريا ماهوش هي علامة، لا يجوز أن يختزل النجاح في هذه الشهادة. الحياة في البكالوريا فقط. كاين اللي ما نجحش في البكالوريا، ينجح في مسارات أخرى ونجح في مجالات أخرى، نجاح كبير. لماذا لا نراعي مشاعر هؤلاء؟ لابد من مراعاة مشاعر هؤلاء المؤجلين وعائلتهم وكذا وكذا. ثم هذا الاستهتار قد يؤدي إلى وقوع جرائم، قد يؤدي إلى حوادث وإلى إزهاق الأرواح. يعني كيف، عجيب، الفرح تحول إلى مأتم. هذا أمر محزن. هناك اتصال. نعم، اتصال من نعم من ولاية بجية رحمة. السلام عليكم رحمة. عليكم السلام. عليكم رحمة، تفضلي رحمة. يا نجاك. الحمد لله. لاباس. الحمد لله. نور في الشاشة، الله يبارك. بارك الله فيك رحمة، نحن في الخدمة. ربي يطول في عمركم، ربي يقويكم، ربي يجازيكم. آمين آمين. إن شاء الله تزيدوا تعليم الناس طريق المستقيم. آمين آمين رحمة، تفضلي رحمة. صحة عامكم جديد إن شاء الله يدخل عليكم. آمين. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. كل عام وأنت بخير رحمة. غير أنا ضررت الشيخ، ما معلش. معلش، تفضلي رحمة، تفضلي. ألو. نعم، مرحبا. أنا نسمع فيك، تفضلي رحمة. الحاج. نعم، تفضلي. كيف اليوم لاباس؟ الحمد لله كيما هني ربي. تقول فيك مربوح إن شاء الله، وكتوات فيك ذلوما تنبيع. إن شاء الله تقول مربوحة سعدي في اللون فلانة مرة إن شاء الله. هكا. ياك نشكر تو العبد الجريد في القوة ديال المياه.
ومن بعد اللي قال ما يسالوش الميراث ويسير الميراث ذا من غنوي الميراث غير دويتنا المشكل انت دويتنا اش ماك دو اسماء اسماء سنين هاي دارو يا ودي دارت في الجريمات في الجريمه اها يمكن يتعرقنا اها بغاي اللي 92 قاتلين عند نيتين غا نبغي غتزرو الحكم العادي بغد قلح في قيم 7 سنين بغد مي مازال يخدم الشر يوجد على وريد طريق المستقيم مقلا ولت مرحمة جد التليفوني نمس ولا تصدي ثريريث جاتي ما لم يثكفى زويلت ان شاء الله في العشرة ارجو يا دم دسي ولغ انا هضره ما في مسات تريكا ما في مسات تاقي في السنة اعطيك الصحة اكمي هني ربي رحمة اكمي هني ربي نعم بسلامة سيكون التواصل رحمة مع فضيلة الدكتور. كم بقي من الوقت لمعالجة هذه القضايا حتى يتم 5 دقائق ونستقبل عبد القادر من العاصمة. السلام عليكم عبد القادر. السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي الكريم في برنامج وصلح وخير. تفضل نحن في الخدمة. الوصية الواجبة حلال ولا حرام؟ نعم. الوصية الواجبة. الوصية الواجبة نعم. ماذا القانون؟ الاولاد مثلا يما توفات قبل باباها حلال ولا حرام؟ تسمع الجواب بس يا عبد القادر. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. واضح دكتور. نعم. بالنسبه لعبد القادر من العاصمه اظن اننا نواصل هذا القدر يكفي ان شاء الله. نعم من خلال العوده الى عبد الله من العاصمه. نعم دكتور. الاخ عبد الله اشار الى الاعراس. نعم هذا القسم المشترك بين نتائج البكالوريا والنجاح في البكالوريا او في او الاعراس وكذلك كله فرح ولكن المشكله فقه الفرح نحتاج الى ان نتعلم فقه الفرح لأن كل ما ربي يعطينا أي مناسبة مليحة عرس نجاحات هذه نعمة نعم. المفروض نستقبلها بشكر الله عز وجل بالتواضع بعدم إلحاق الأذى بالآخرين ما هوش واحد كي يربح الباك يروح يضر الآخرين في الشوارع والازدحام اللي راه يصرى نعم. ويغلقوا الطرقات واللي يجيب معاه مريض باش يديه المستشفى الاستعجالات كيف يعني من أين يمر ولا اللي عنده عرس ويلحق الأذى بالآخرين لماذا لا نستقبل الأفراح بمثل هذه التصرفات التي تلحق الضرر بالآخرين وهذا أمر لا يقبل بجميع المقاييس لكي لا تتحول أفراحنا إلى مآتم وإلى أحزان ربي سبحانه باش يدوم علينا الأفراح باش يدوم النجاحات ويتم هذه النجاحات لازم نكونوا متواضعين شاكرين لربي سبحانه عز وجل يرحم بعضنا بعضا ويراعي بعضنا مشاعر الآخرين هكذا باش ربي ينظر إلينا بعين الرحمة بارك الله فيك يا أخي عبد الله أنك نبهت إلى هذه الظاهرة الدخيلة علينا هذه التصرفات ليست من ديننا ولا من أخلاقنا ولا من أصالتنا ربي يحفظ أولادنا وربي يفرحكم يلي راكم ناجحين وإن شاء الله ربي يصبر المؤجلين وإن شاء الله سينجحون إن شاء الله دكتور. وكل من سار على الدرب وصل نعم بارك الله فيك دكتور ميلود من تيارت لي نعم. متت زوجة تاعو عنده نعم. 5 أولاد ظاهرة أخرى نعم. ظاهرة أخرى منعو عنده 5 أبناء وعنده 2 بنات ماتت زوجته إذا تزوج بزوجة أخرى أين الخطأ نعم. أين الخطأ يعني أحيانا الأولاد يتصرفون بعض الأولاد يتصرفون تصرفات ما هي شريعة ولا أخلاق ولا أعراف باباكم أراد الزواج بعد وفاة الوالدة نتاعكم أعطوا لها الرحمات ترحموا عليها ربي يرحمها ولكن أبوكم من حقه إعادة الزواج إذا أراد أنتم ما تمنعوش لماذا وأكثر من ذلك المقاطعة
هو المقاطعة هذه كارثة كبيرة بزاف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، وقال الرحم معلقة بالعرش، وهذا باباكم رب اللي وصق، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا كان الأم راحت للجنة الله يرحمها، لماذا لا تحسنوا إلى باباكم؟ وقال ربي وبالوالدين، في زوج الأب والأم، وبالوالدين إحسانا. ولا خلاص كي ماتت الأم نتاعكم ينتهي الإحسان؟ أبدا أبدا. ربي إن شاء الله يهديكم ويهدينا جميعا إلى سواء السبيل. الحذر الحذر، طاعة الوالدين طاعة الوالدين. ربي وصى على الوالدين كما وصى الوالدين أيضا على الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم. ربي وصى الأولاد باش يراعوا حقوق الوالدين، الأب والأم واللي كان حي منهم. نعم دكتور. رحمة من بجاية أبو التي بدأت بقوانين الميراث ثم تحدثت عن جريمة القتل. بالنسبة لجريمة القتل سأجيبك بعد البرنامج إن شاء الله، مادام مسألة عائلية نسأل الله التيسير ونسأل الله السلامة. أما بالنسبة للميراث يا رحمة يا رحمة، هذه قضية أصبحت يعني محزنة جدا. سبحان الله، رغم أن نصوص الشريعة الشرعية ناطقة بأحكام الميراث، ولكن مع ذلك هناك أناس بسبب الطمع وبسبب يعني حب أكل حقوق الناس والعدوان على حقوق المواريث تقع هذه الجرائم، وربما هذه الجرائم تؤدي إلى جرائم أكبر. نسأل الله العفو والعافية. إن شاء الله نجاوبك خارج البرنامج سواء متعلق بالميراث. إذا راضي الجميع بالحل الودي ذلك ما كنا نبغي، فالمسألة تكون بسيطة جدا، فلكل قضية حل. أما السؤال المتدخل الأخير الأخ عبد القادر من العاصمة بالنسبة للوصية الواجبة، نعم حلال أم حرام؟ الجواب حلال، الجواب حلال. حلال. الدليل في الآية 180 من سورة البقرة، وهو ما قننته النصوص بدءا من قانون الوصية الصادر بمصر، ثم بعد ذلك جاءت القوانين تترى، منها القانون الجزائري القانون 84/11 المعدل بالأمر 05/02 من المادة 169 إلى غاية المادة 172، رغم أن علما بأن هذه المواد تحتاج إلى إعادة صياغة بما يدفع بعض الاختلافات التي تقع في دنيا الناس في تطبيق مقتضى هذه المواد. إذن فالوصية الواجبة حلال. شكرا دكتور على الرأي السديد والرشيد وعلى هذه الحلقة. نلتقي في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن يدا بالخير تمتد.